دخلت الكرة الأرضية حالة مناخية غير مسبوقة. موجة حر شديدة ضربت أوروبا وأمريكا وصولاً للشرق الأوسط ودول أفريقيا، إلى جانب فيضانات وإعصارات وحرائق وجفاف وتبدلات بالتنوع البيولوجي. مجموعة من الشباب بالدول النامية أو الجنوبية قررت رفع الصوت، فبلدانهم ضحية السياسات الصناعية يلي عم تتبعها الدول الشمالية، وهن رح يشاركوا بقمة المناخ كوب 28 بدبي بأواخر تشرين الثاني، يلي بتسعى لإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي وتوحيد جهود اقتصادات الدول المتطورة والناشئة والبحث بكيفية تفعيل الاتفاقيات المشتركة كتكثيف جهود إزالة ثاني أكسيد الكربون لتحقيق الأهداف المناخية. الشباب هذا المهتم بقضية المناخ وقضية العدالة المناخية انهم they strategize يعني على الكوب 28 ويحددوا المطالب اللي هما يحبوا مثلا الدول او بشكون حاضر يعني في الكوب 28 اللي هي الطالب بها، وكيفاش يعني انه نحاولوا تمرير مطالب تكون اكثر يعني لصالح العدالة المناخية في الكوب 28. نعرف انه هناك فشل لحد الان في توفير التمويل المناخي من دول الشمال لدول الجنوب المتضرر من اثار التغيرات المناخية. من لبنان الغارق بازمته المالية، في صبايا وشباب عم بيفكروا أبعد، عم بيفكروا بمستقبل الكرة الأرضية ومصرين إنه لبنان يكون عنده دور بحمايتها. تعرفي قد ايه نحن عم نواجه تحديات بيئية وكل القصص المشاكل اللي بتخص البيئة كتير عم بتصير بلبنان، وما في عنا هالأكشنز أو هالتحركات اللي عم بيقدروا يحدوا المشاكل أو يلاقوا حلول استراتيجية للمشاكل. أول شيء لحتى يكون لبنان عم ببين أكتر على الساحة، عم ببين أن نحن عم نعمل شيء خاصه بالبيئة. ومثل اللبنانيين 100 شاب وصبية من هالدول عم يضعوا استراتيجية موحدة على المدى القريب والبعيد للضغط على الدول الصناعية الكبرى من أجل تغيير سياسي حقيقي للحد من آثار التغير المناخي. مطالب رح يحملوها بعد أشهر قليلة لقمة كوب 28، وهن عارفين إنه الأرض بحاجة إلهم وإنه ما عنا بلان بي للدفاع عنا، لأنه there is no planet B.